العيال دي بتبيع وهم وابوهم وكده، فكل شويه اقول له مش من عند بيتنا. وطبعا اقرب حاجه تتكلمي العيال بيبيعوا ايه؟ بيبيعوا مخدرات واي حاجه يتكلموا مع اي حد، يروحوا فاتحين المطوه، اقرب حاجه المطوه عندهم. قال له يا عمر ما توقفش هنا، يا عمر ما توقفش، مع واحد عمر واحد عمر. بس كم سنة؟ بقالهم كتير وهو ناكف معاهم، ما حدش وقف تحت بيتنا. كم سنة؟ هم كم سنة؟ 25 و23 كبار. البطايق عندنا، بطايقهم احنا جبناها من شقتهم من ساعة ما ليلة الحادثة يعني. بس ففي اليوم دوت ابني جاي فاتح ورشة هنا، فجه في اليوم دوت مع عربية جاية من أسوان بيصلحها، يعني بيحسب الحسابات اللي هي اللي بيعمل يصلح بيها يعني. ميكانيكي؟ هو فاتح ورشة، فهو قاعد في الحارة، فالواد الصغير جه لفف ايديه، بيقول لك كده بفوطة او بحتة والسنجة كده، راح ضربها كده، يا ابن المرة الكذا، يا ابن المرة الكذا، يا ابن المرة الكذا، كلام يعني مش هقدر اقوله لك. بس فراح طبعا عمه خده. بعد كده جه ابوه قال له ده احمد عوره. الله يرضى عليكي. عيل من الشابين دول لفف ايديه صغير حطت فيها ال وجه وابني قاعد، واحد قريبنا قاعد معاه، فهو جه قدام منه وقعد السنجة كده في الارض، وقال له يا له مؤاخذه يا ابن المره الكذا، يعني شتيمه وحشه. فالناس يعني خدوا عمه ومشاه خلاص. جه بعد كده ابوه، ايه يا احمد يا عرابي، مش ايه يا احمد يا عرابي. كان في الساعه دي ابني تحت بيتنا وانا واقفه في البلكونه هنا عندي، طلع لهم ولا معاه حاجه ولا محتاجه، الاحتراق ما كملش دقايق، الراجل بالشومه على مخه. اب يعني في الفيديو باين طبعا هتشوفوه تقريبا وكده. والعيال بغزغزوه بقى هنا وهنا وهنا، ولا مؤاخذه تحته، كله في كله ده ما كملش دقايق. فانا مش عارفه. وبعدين الحاره كلها بتبيع، اي عيل تكلميه يفتح المطوى عليكي، اي بصي بيلاقوهم على السلالم، بيلاقوهم بيحطوا المخدرات في المواتير، في المواسير بتاعت في المواسير بتاعت الميه، في العدادات، في كله، في المداخل كده. وممكن انت طالعه داخله بيتنا تلاقي واحد في الدور الثالث تتكلمي بقى ما تخلصيش. ففي ساكنه في بيتنا بس مش قاعده، انا اتصلت بيها مش موجوده، دي عامله لهم محضر. الواد ده كان هيمسك فيها وشتمها، بردك شتمها مش كويسه، وعايشين بقى في العيشه استقدار يعني. فرحوا بقى، قعدوا استدرجوه بره، بعت ابنه مثلا يشتم ابنه يطلع بره، وكانوا بقى محضرين نفسيهم ونزلوا فيه. كانش قلقان احمد؟ لا، ولا كنا نتوقع، سدونا جيراننا، ولا كنا نتوقع ان ده يحصل خالص. قتل جيرانكو؟ هنا في الحته، ما تطلع من الشقه، من الشقه كده، من الشارع الحاره كده، هو في البيت اللي كده اهو. ساكن في البيت بتاع قرايبنا كده اهو. وبينه قد ايه؟ ما فيش، محمود بقى يوريك الشقه، محمود ابني بقى اوريها لكم. جيراننا ما فيش اي حاجه. بس فهو لما طلع بره اليوم طلع ولا في دماغه اي حاجه، مثلا اي عرب، ما انا كل شويه ان انا بنبه ابنك بيبيع، ما كانش كده انا هبلغ عنه. في كلمه ببلغ بقى عنه، ده نزلوا عليه. حاطط يقول لك المطوه هنا في الفيديو، في الفيديو دوت اللي هم كان فيه كاميرا تحت يعني، وبالشوم على دماغه، والعيال بقى غزغزوه بقى هنا وهنا وهنا وهنا، وكله كله 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 ابني ما كمل. الخناقه دي ما كملش دقايق. اخر مره شفت فيها احمد امتى؟ كنت عنده في اليوم ده، كنت انا بقبض المعاش بتاعي يوم 10، كنت عنده واتغدينا مع بعضينا، جبنا ملوحه واكلنا تحت، ومعاه بنت سنه وشهر. طلع ما حذرتهوش ليه؟ حذرتهوش ليه؟ حاجه والله، هو ما فيش اي حاجه بيننا وبينهم، هو من بدري بقى، ويا عرب العيال ما يجوش تحت البيت، لاني انا ابني ده بردك غرقان من 3 سنين، معاه بنته 15 سنه، فبتروح الدرس وبتيجي كده، بيخاف على بنت اخوه، بيخاف على بنت حتته، بيخاف على جيراننا، بيخاف على الدنيا كلها. ده كمان انت ليكي 2 كده ماتوا بقاله 3 سنين. ده غرقان فين؟ في اسكندريه. النهارده ده مقتول تحت البيت. ايه؟ الله يعينك. ده ابني الكبير لسه ما كملش 3 سنين، كانوا ده احمد كانوا خدني اسوان يفسحني، طبعا النار ده كانت شديده. خدنا اسوان هناك عنده، يعني من السنين يقول لي امي ده كان عياله هيغرقوا، وفعلا كانوا عياله هتغرق، وهو ايه يا امي نجاهم، وخدني بقى يفسحني هناك في اسوان وكده، وطبطب عليا وكده. دلوقتي مين انا يطبطب عليا، ومين واسيني، ومين كده، انا ما فيهاش حد دلوقتي غير محمود. وبقيت قلقانه عليه، لو نزل تحت برن عليه 1000 مره. خايفه خايفه، خلاص رجبنا الخوف والرعب، ما بقاش في امان. انا محمود هو اللي انت عايشه معاه بقى؟ ما هو محمود معاك اهو، اللي طالع معانا هو ده اللي فاضل. انت مين انا يطبطب عليا، ومين واسيني، خلاص رجبنا الخوف والرعب.
فكره دخلت في قلبه الناس اللي شافت. كلام بيني كنت بتتغدي انت واحمد قال لك ايه؟ لا هو قاعد معاه بقول لك بنته مليكه طالع ونازل، بقول يا ابن الدنيا ساعه، قال لا انا بفسح لوكا، انا بفسحها، لا هي قاعده في الشقه طول النهار مع امها بس، وبقى يضحك مع فلان ومع علان، وفي الاخر ادها لندى بنت مرانا ساكنه عندنا، قال لها طلعيها، وبيحسب حساب العربيه زي ما قلت لحضرتك، والواد جه ضايقه زي ما قلت لحضرتك بردك، وحصل اللي حصل. الجريمه دي لا ما اقدرش اختي، انت لا شفت جريمه ولا شفته ووضحته بقلبي. بلغك انا كنت في البلكونه، عرفتي ازاي ان ابنك مات؟ مرات اخوه شافته ديت ونزل تحت في الدور بتاعه، هو ساكن في الدور الثاني، ومرات اخوه شافت وطلعت، ايه في يا هاله؟ قالت لي ما فيش يا طنط، وراحت طالعه على فوق بتعيط وبتصوت. في الاخر انا نزلت، انا رجلها وجعاني اصلا، رحت نزلت تحت بقول في ايه، فكرت تعويره وهيجي من المستشفى، الاقي الناس تحت بتتكلم تقول لك ده ضربوه في مخه، ده جاله ارتجاج، ده مخه مش عارفه اتكسر، ده مش عارفه ايه، واقول لهم معقول؟ اللي جاي على جاني زي حاله الزهور، وانا لحد دلوقتي عايشه في حاله الزهور، مش مصدقه ان ابني مات، مش مصدقه ان يكون دول عايشين معانا بقالهم سنين وكده. انا عايزاهم الثلاثه على حب المشنقه، بطلب من الناس الحلوه كلها تعلقوا على المشنقه عشان النار تبرد. خير ده يحصل؟ متخيل المشكله توصل للقتل؟ لا ده غزو زوزو، يا ريت ضربوه بس في دماغه، ده معرفش مين غزوه في قلبه، بيقول لك السكينه دخلت في قلبه الناس اللي شافت، ويقول لك هنا، ويقول لك هنا اخته راحت المستشفى بتقول لو واخذه حتى من تحت غزو زينه يعني. طب ليه يعني عمل لهم ايه؟ عشان بيدافع على بنت حتته او مثلا بنت اخوه او اي حد معدي. ده واحده مره كانت في الحاره استخبت وراه من الكلب، جايبين كلاب كده كبيره استخبت وراه يا احمد، الكلب دخلها بيتها وقال جماعه ما حدش حط كلاب في الحاره، كله بالحشيش والكلاب وقله ادب وزفاله. مين انا يطبطب عليا ومين واسيني؟ خلاص رهبنا الخوف والرعب. بستغرب جدا الاب ده، يعني بيقول لك اللي تهجم على احمد الاول الاب، ابو شابين، واحد 25 سنه واحد 23 سنة، ضربوا بالشوم وتاني يكسر في دماغه، وبعد كده العيال تدخلت وتاني يغزوه بالمطوة. المفترض ان الاب ده بيبقى عنده حكمة، الاب ده بيخاف على ولاده. طب ما هوش خايف على احمد عشان مش ضناه، طب ما الاتنين اللي هو مش في السجن لوحده، مع عيله اتسجنت وممكن ياخدوا اعدام، وممكن بنسبة كبيرة جدا لان ده جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد. طب ما عيالك راحوا. بستغرب جدا. خايف، خلاص يجيب الخوف والرعب.